اتفضل يا كنت بتتكلم على الحوافز من شويه اه اتكلمت على انه مروان عطيه آه كان بيتكلم انه موضوع جوازه وغيره ده هيبقى حافز بالنسبه له خليني اقول لك على جمله قالها لي اكتر من لعيب في النادي الاهلي بعد آه التتويج بدوري ابطال افريقيا آه مارسيل كولر بعد التتويج مباشره قال لهم احنا ابطال القاره عشان احنا ابطال الدوري في البلد فانا مش هقبل ان احنا نبقى ابطال القاره وما ناخدش الدوري في البلد ودي كانت الجلسة الأولى مباشرة بعد التتويت بدوري أبطال أفريقيا وبعد الراحة يومين اللي ادها لهم مارسيل كولر وده اللي بيفكرهم بيه في كل مرة الأهلي بيتحط تحت الضغط علشان يكسر الرام بتاع بيراميدز ده, فيما يتعلق بموضوع الحوافز النهارده مارسيل كولر وده استكمال اللي كان بيشرحه إسلام فيما يتعلق بالحركية بتاعة منظومة الضغط بتاعة النادي الأهلي أو تحت مسمى الكومباكت موبيلتي، يعني ايه الفريق بيتحرك كوحده واحده سواء بعمل هاي بلوك او بطلع اضغط من فوق، بضغط من دفاع متوسط من فوق دايره السنتر او بضغط من تحت، م. وبنجح في كل المراحل عشان كده بالنسبه لي زي ما هو خدع مارسيل كولر يوريتش في المباراه الاولى بالباك فايف وبطريقه الضغط وباكثر من طريقه مفاجاه للراجل في المباراه الاولى، تعال م. نشوف الكومباكت موبيلتي والحركيه انا مش هروح في التفاصيل قوي في عمليه الضغط لان اسلام شرحها هروح في الحركيه والناس تركز الاهلي المجموعه كلها واقفه في مساحه قد ايه ايا كان منطقه الضغط اللي بيضغط منها النادي الاهلي بص وقف هنا اول ما تيجي فريم بس ارجع كده ايوه بص اطلع اطلع فريمين اول ما يطلع اه 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 مشي مشي فريمين كمان 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 لحد ما يطلع يضم اه اه خالد عبد الفتاح مع المجموعه بص وقف هنا بص بص يا كريم انت بتتكلم على 2 4 6 7 سبع لاعبين في مساحه لا تتجاوز ال 30 متر م. ماشي ماشي وانا هنا بتكلم على ميديم بلوك كمل فوق دايره السنتر ب 5 متر بص هيطلع يتحول الاهلي بعد اول سبع آآ آآ 11 دقيقه الاهلي ابتدى يحول بس وقف هنا كمان كام لعيب اتنين اربعة ستة سبعة بص على اي حتة في الملعب ايا كان الاهلي بينزل فين تحت الكورة او بيعمل عملية الضغط منين هتلاقي زحمة الاهلي التلات خطوط قريبين من بعض عشان التلات خطوط دايما يتحركوا بالموبيليتي دي يبقى انا الفريق واقف كومباكت الناس دايما بتفكر في كلمة الكومباكت انها طريقة دفاعية الكومباكت معناها ان تقارب الخطوط الثلاثة علشان دايما اخد السكند بول دايما اكبر الفريق اللي قدامي انه ما أقفله كل زوايا التمرير مشي مشي اللي بعديها على طول احنا جبنا والفريق بص هنا الاهلي وهو طالع ضاغط عامل هاي بريشر من فوق او ضغط عالي من فوق هتلاقي ان الاهلي وهو حتى بيرجع راجعين كومباكت مش راجعين مفرطين ادي اتنين اربعة ستة سبعة في التلت التاني والتلت التالت من الملعب الاهلي فوق طالع بسبعة لعيبة اللي بعديها على طول روح للي بعديها على طول حالة اللي بعديها على طول الاهلي وهو طالع بيهاجم عشان ياخد السكند بول بص هنا وقف هنا معلش ثواني وقف هنا ثواني ارجع فريم واحد بص انا كريم الاهلي وطلع طالع ضاغط من فوق ارجع 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 ماشي اللغة لا اللغة ماشي اللغة ماشي اللغة ماشي, 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 ماشي وقف هنا بس بس اخر لعيب في الملعب رامي ربيعه من من, من ناحيه مرمى النادي الاهلي واخر لعيب وسام ابو علي بينهم 30 متر فالاهلي كان بيلعب 30 متر في اي حته في الملعب وده التراب او الفخ اللي وقع فيه ريتش إن هو مش عارف الاهلي هيطلع يضغط عليا من فوق ولا يضغط عليا من تحت ولا هيستناني ويلعب ميديا بلوك اللي هتيجي اللقطات اللي بعد كده فبرضه يضيق الخطوط م. فالتراب بالنسبه لي والنجاح اللي عمله كولر انه قادر يحرك كل المجموعه دي طول الوقت سواء بتضغط من فوق او دفاع متوسط او دفاع منخفض وبنجح في كل الاحوال وفي الدفاع ما بين المتوسط والمنخفض في كره الهدف ماشي بقى وهتيجي كره الهدف وشوف تقارب الخطوط هو اللي غلط بيراميدز هو اللي غلط الشيبي هو اللي خلى الاهلي يسجل لما نيجي لما نيجي نبقى نشرحه تفصيليا بس بتكلم هنا على انه الاهلي في كل وقت من الاوقات الكره في اي حته في الملعب عنده اربع خمس لاعبين على الاقل يا كريم بص الكره كانت عند محمد عبد المنعم ست لاعبين طالعين في الكد مش مطولش فانت بتتكلم على انه المره دي خدعه جديده تنوع منظومه الكومباكت جيم او الكومباكت موبيليتي اللي عملها مارسيل كولر النهارده على حساب يوري الله يفتح عليكم